لو عايزين نبدأ بالملفات المهمة سيد الوزير في إطار هذه القمة المهمة، هتبقى في ملفات هنتكلم عنها كعناوين، خاصة حضرتك جاي دلوقتي من اجتماع يتعلق بليبيا، وليبيا من أهم الملفات اللي بتهتم بها مصر يعني. ما الذي حدث في الاجتماع؟ وكيف يمكن أن نعيد الأوضاع في ليبيا إلى حالة الاستقرار اللي بالتأكيد ينعكس علينا وينعكس على القارة الأفريقية؟ اللجنة المعنية بالأوضاع في ليبيا طبعا على النطاق الأفريقي مهمة، لأنه الأوضاع في ليبيا لها تأثيرها المباشر على الدول الأفريقية، سواء كانت مصر أو الجزائر أو تونس أو السودان، تشاد، النيجر، مالي، منطقة الصحراء. نظرا لوجود هذا الفراغ وما أدى إليه من انتشار ظاهرة الإرهاب، أيضا شعور القارة الأفريقية بضرورة معاونة الأشقاء في ليبيا لاستعادة دولتهم، للحفاظ على مواردهم والخروج من هذه الأزمة. أي جهد تقوم به منظمة الاتحاد الأفريقي يأتي لدعم المسار الأممي، المسار الأممي والشرعية المتمثلة في قرارات مجلس الأمن والاتفاق السياسي الذي حظى بالشرعية من خلال اعتماد مجلس الأمن، هو أساس الحل، أساس الحل على التوافق بين الشعب الليبي بكل أطيافه، الغير منخرطة في أعمال عسكرية، الغير خارجة عن الشرعية، الغير متصلة بالتنظيمات الإرهابية أو التنظيمات المتطرفة. بس تعتقد سيد الوزير ان التدخلات الاجنبيه والاقليميه سواء من الدول الكبرى او من الدول الاقليميه لها دور في تفجير الاوضاع في ليبيا بهذا الشكل؟ يعني تدخلات بالتأكيد من دول يعني خارج النطاق الإقليمي لها تأثير بالغ السوء، ونرى في دعم التنظيمات الإرهابية، في نقل الأسلحة، وفي انتقال المقاتلين الأجانب إلى الساحة الليبية، وضلوع عدد من الأطراف الخارجية في هذا أمر طبعا بيهدر فرص الحل وفرص التوصل إلى تحقيق الاستقرار. الهدف من الاجتماع على مستوى الاتحاد الافريقي هو مجرد خلق دعم للمبعوث الاممي، خلق دعم للمسار السياسي، توظيف الدول الافريقيه لاتصالاتها وصلاتها مع الاشقاء في ليبيا لتشجيعهم على الوصول الى نقطه التوافق السياسي وفقا للاتفاق السياسي الذي اعتمدته الامم المتحده، وبحيث تستعيد مؤسسات الدوله قدرتها على بسط نفوذها وبسط سيطرتها، وخاصة الجيش الوطني الليبي والجهود اللي بتقوم بها مصر لتوحيده، لأنه مش متصور أنه نقدر نصل إلى مرحلة انتخابات نزيهة معترف بها وشرعيتها دون أن نحقق الاستقرار الأمني، دون أن يكون المواطن الليبي عندما يقترع في أمان وليس مهدد من قبل ميليشيات أو من قبل أطراف متطرفة.